لما اتكلمت امبارح وقلت وقارنت بين الجيل ده والاجيال اللي موجوده قبل كده وقارنت بين اللي يستحق انه الجيل ده يوصل له وبين الانجازات اللي حققها اجيال سابقه وقلت انه واحده من اهم عناصر تميز المنتخب المصري في السنوات اللي توهج وتالق فيها كان بقى مع كابتن جوهري في, في, في ايطاليا 90 في بوركينا فاسو 98 او مع كابتن حسن شحاته 6 و8 و10 انا بيتهيألي واعتقد كتير من الخبراء يتفقوا معايا في ده الروح الروح اللي كانت موجودة في منتخب مصر، الغيرة على تيشرت منتخب مصر، الشرف اللي حاسس بيه كل لعيب شايل اسم مصر. ما تقنعنيش انه الامكانيات والفوارق اللي بيننا وبين منتخب زي البرازيل دابت في مباراة من 90 دقيقة لولا حالة الروح والغيرة والقتال اللي كان موجود والاحساس بالمسؤولية اللي عند اللعيبة. ما تقنعنيش انك وانت بتلعب ايطاليا تاتا تات وبتكسب ايطاليا واحد صفر انه الفوارق الفنيه والامكانيات والتكتيك اللي بتلعب بيه منتخب ايطاليا داب وراح واتلغى في مباراه مدتها 90 دقيقه الا لو ما كانش فيه روح عند المصريين، الروح اللي انا نفسي اشوفها بترجع، ما عنديش شك في امكانيه اللعيبه وكل ثقه شايف ان الراجل كيروش عنده والحقيقه سي محترم جدا ويصلح جدا انه يقود منتخب مصر للوصول لكاس العالم، لكن المقدمات ما تطمنش عشان كده بنتكلم عشان نحاول نهايلايت او نسلط الضوء على الاخطاء ونحاول نصلح لان عندنا فرصه والراجل يمكن يتكلم على ده في المؤتمر الصحفي يعني يتكلم على منتخب مصر واللي جاي مع واحد من, من نجوم الكره المصريه ونجوم النادي الاهلي كابتن رمضان السيد ضفنا النهارده في السادسه مساء الخير كابتن رمضان مساء الخير يا ابو حميد نور الدنيا ربنا يخليك انت منور يا ابو حميد اخد تعليق بدايتها كده كابتن رمضان ايه الفروق اللي حسيتها ما بين مرحله كابتن حسام البدري وما بين تولي كيروش المسؤوليه لا طبعا منتخب مصر فرق في ايه اعتقد ان ان الشكل اتغير الشكل اتغير اه طبعا بقى لينا الحقيقه هويه ولينا شكل في النواحي الدفاعيه وفي النواحي الهجوميه في مباراتين ليبيا تمام مباراتين ليبيا الحقيقه اتعملوا بشكل كويس قوي مباراتين ليبيا دول يتحسبوا الكابتن حسام البدري اكتر ما يتحسبوا الكيروش لا لانه اضاف لا اضاف, أضاف. شايف أضاف. انه في الوقت الصغير ده قدر آه في يحط... وقت 10 وقت ايام الحقيقه كان المده 10 ايام واضاف الحقيقه في الشكل طريقه اللعب وفي الشكل التكتيكي و... واضاف كمان الحقيقه عمر الحقيقه مرموش مرموش اعتقد ان هو يحسب له الحقيقه أوه. يعني والله يحسب. قلت قلنا الكابتن حسام على مرموش ده وقلنا آه. على احمد حمدي على فكره وبقول تاني لكابتن ضيا وكابتن شوقي و... ومستر كيروش احمد حمدي يستحق ان يبقى في نظر عليه زي ما في اسماء كتير كمان عندنا في منتخب في الدوري المحلي احمد عبد القادر احمد رفعت طبعا يستحقوا طبعاً ان هم احمد سميري يستحقوا ان هم يبصوا عليه طبعاً, طبعاً, طبعا فالحقيقه هو اضاف يعني وعمل الحقيقه مباراتين ليبيا بشكل طبعا هايل الحقيقه آه يمكن طبعا في 40 دقيقه في مباراه الامس الحقيقه اعتقد ان يعني اسوا أربعين دقيقه من فتره كبيره جدا م. لمنتخب مصر لان يعني كل حاجه كان فيها غلط الحقيقه اولا م. انت يعني حته ان انت بتدي لمحمد شريف كجناح انا في رايي صعبه جدا م. ان انت تلعب بعمرو السليه والنني الاثنين المفروض ثمانيه اه انت نص ملعب بتاعك كان متاخد طوال ال 40 دقيقة دي لازم. ما ظبطش لما حمدي نزل طبعا ما ظبطش الا لما حمدي طبعا فتحي نزل زائد ان هو كمان في خطا كمان فني ان هو لعب زون نص ملعب م. بدون اي رقابة ما حدش بيراقب حد ولا ضغط يعني انت المفروض هتلعب زون نص ملعب ماشي كويس قوي بس اي حد بيخش نص ملعبك بيبقى في رقابة وتنفس الضغط عشان تستخلص الكورة احنا كان بيتعمل علينا زياده عدديه في على على اكرم توفيق طوال 40 دقيقه في 2 على واحد على طول وزياده عدديه على ابو الفتوح لان محمد شريف مش هينزل يعمل الواجب الدفاعي في المكان مثلا يعمل مسانده دفاعيه مع ابو الفتوح ولا محمد صلاح اساسا انت الواجب الهجومي وبتشغل محمد صلاح في الثلث النص ملعب الفرقه الثانيه